مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا وتزايد عدد الوافدين إلى المراقد المقدسة أيام شهر محرم، وفي ظل تحولات جديدة لفيروس كورونا وعدم استكمال اللقاح منه عند الكثير، كل ذلك يقابله ضعف القدرة الاستيعابية للمراكز الصحية والمستشفيات الموجودة في صلاح الدين. تزايد الضغط على المواطن الذي لم يعد يجد أبسط الأدوية والمستلزمات الطبية في المؤسسات الصحية الحكومية، إذ لا سبيل له غير شراء علاجه من الصيدليات الخارجية والتوجه إلى المستشفيات الأهلية. أغلب البنى الارتكازية متهالكة، بعض الأقضية لا يتوفر فيها مستشفيات نهائياً، إضافة إلى ذلك نقص العلاجات في المستشفيات، خصوصاً العلاجات اللي هي مزمنة تخص الأمراض المزمنة، لذلك يجب على المعنيين توفير ما يطلبه المواطن وخصوصاً في هذا الظرف الراهن. أكثر المستشفيات الحكومية هي متهالكة وتعبانة، تروح على أبسط علاج هو أوبراسيتول أو بونستان دائماً تلقي ما متوفر. بالنسبة للعمليات كلها بالأهلي، يعني المستشفيات الأهلية حيل مهتمين بها، من المستشفى الحكومي تشوف لك واسطة، تشوف لك ما أعرف إيش، تروح تسوي لك عملية. دائرة صحة صلاح الدين كما جاء على لسان معاون مديرها ترى أن الضغط على المؤسسات الصحية وكوادرها سبب كورونا وتداعياتها هو من أوصل الحالة إلى ما هو عليه، معولة على الخطة الصحية الجديدة وعلى افتتاح بعض المراكز وتأهيلها لتقليل هذا الضغط. هناك ضغط كبير على مؤسساتنا الصحية والتوجه من قبل مؤسساتنا الصحية بمعالجة حالات الطارئة، خصوصا أنه انتشار هذا الوباء قد ولد كثير من الإصابات، والآن مستشفياتنا تغص بالحالات الكثيرة من المرضى المصابين بهذه الجائحة. هذا ولد هذا الضغط، ضغط على منتسبي مؤسساتنا الصحية وعلى الكوادرنا الصحية وعلى مسألة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية. افتقار المؤسسات الصحية الحكومية وعدم قدرتها على توفير علاجات المريض، لا سيما في ظل ازدياد عديد الإصابات بكورونا، زاد من حمل المواطن المضطر إلى مراجعة المستشفيات والصيدليات الأهلية. من صلاح الدين، فراس الحسني، الصغير.